Middle East, often amid violent repression by state security forces. During an overnight raid in the Persian Gulf nation of Bahrain, heavily armed riot police surrounded thousands of demonstrators who were sleeping in the central square in the nation's capital. Without warning, police fired tear gas and concussion grenades into the crowd of pro-democracy activists that included women and children. The Associated Press reports 4 people were killed and hundreds beaten or suffocated by tear gas. Bahrain's main Shia opposition group called the storming of the central square by police real terrorism. تعطيل لمصالح الناس. القوة هذه اللي جات فوق الكوبري واخذت موقع في الكوبري وفضت الكوبري اخلت الناس اللي كانوا موجودين متجمهرين على الكوبري وكانت طبعا بالانوار مستخدمة الانوار والاضواء يعني والابواق الجماعة اللي كانوا متجمهرين في الدوار الدانة طبعا حسوا او علموا بوجود القوة وتم هني بعد ما تم تأمين الكوبري وتقدمت بقية القوة من الشمال باتجاه الجنوب هني قائد القوة أعطى إنذار بالإخلاء والتفرق من موقع التجمهر في الدوار لعدم قانونية هذا التجمهر وأعطى فرصة لأن الناس تبتدي أو المتجمهرين يبتدون يخلون الموقع كان في عدة أشخاص أو كان في شخص في يستخدم الميكروفون ويحرض الناس على المقاومة وعلى رفض الأمر وعدم الانصياع إلى تعليمات الأمن. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. مثل ما نشوف في اللقطة الموجودة أمامنا القوة وصلت إلى فوق الكوبري وبدأ قائد القوة يعطي إنذار للمتجمهرين أن يفضون هذا التجمهر غير قانوني كثير منهم ترك ولكن الكثير منهم أيضا تمترس واستعد للاعتداء على رجال الأمن It's a massacre by all means. People are shot because they are innocent. They haven't done anything. They were just protesting. What is this? We are in 21st century. I mean, we are in a civilized country. We are civilized people. These people were only demonstrating. And at the end of the day, they were shot dead. آخر نتج عنها وفاة أحد المتجمهرين أو المعتدين. بعض من الأسلحة اللي وجدت أثناء يعني بعد ما طهرنا المكان وتم تأمينه بعد التفتيش تم العثور على عدد 4 أسلحة نارية أحدها من نوع سميث أند ويسن وكان يحتوي على ذخيرة حية من نوع 9 مليمتر أمشاط لطلقات نارية أسلحة حادة عبارة عن سيوف وسكاكين وأعلام لما يسمى بحزب الله تم طبعا تحريز الأدلة الموجودة والتحفظ عليها وإثبات وجودها وإثباتها خلال عملية فضل التجمهر اللي كان موجود في الدوار تم القبض على شخص واحد اللي قام بعملية الدهس المتعمد لأحد رجال الأمن اللي يمكن ظهرت لقطاته قبل قليل وهو الوحيد العام حالتهم بين المتوسطة والمستقرة وبالتالي بلغ إجمالي رجال الأمن المصابين 50 شخص
يمكن الصور واللقطات اللي أمامكم تبين عدد من الإصابات البليغة اللي تعرض لها رجال الأمن العام واللي بعضهم ما زال في حالات حرجة، نأمل لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. تبين الإصابات حقيقة استخدام الأسلحة واستخدام السيوف والسكاكين اللي وجدت في الخيام بعد ما تم إخلاء الموقع، بالإضافة إلى أن تم يعني العثور على أسلحة نارية كانت أيضا موجودة في موقع الحدث في الخيام كما هو ظاهر أمامكم. اعتداء على يعني رأس رجل من رجال الأمن العام. أحد رجال الأمن العام اللي تعرض إلى حادث أيضا اعتداء عليه في أثناء التطهير، تطهير الدوار. أحد رجال الأمن تم طعنه باستخدام سيف وأجريت له عملية، ما زال هو طبعا في حالة حرجة نتيجة لهذا الاعتداء عليه. رجل آخر من رجال الأمن تعرض لضربة بالسيف في المنطقة الخلفية. أثناء عملية الإخلاء كان في إصابات بين المدنيين تمثلت في 92 إصابة، 10 منهم أدخلت مستشفى السلمانية الطبي و82 تمت معالجتها ويعني سمح لها بالخروج أو ترخيصها من المستشفى. أيضا نتج عن ذلك حالتين وفاة بين المدنيين وحالة حرجة. هذه أيضا علاج أحد رجال الأمن اللي تم الاعتداء عليه وأصابته كسور مضاعفة في الساق، تجرى لعملية ترميم وحالته أيضا حرجة. أثناء عملية تأمين الموقع قام أحد المتجمهرين بالاعتداء على رجال الأمن من خلال تعمد دهسهم بسيارته وتم القبض عليه. وتشوفون الآن أمامكم رجال الأمن اللي تعرضوا لحادث الدهس المتعمد أو جريمة الدهس المتعمدة اللي ارتكبت بحقهم، أدت إلى إصابات بليغة في عدد منهم، وهذا يمكن يبين أمامكم أنه تمت بتر أصابعه أو بترت أصابعه نتيجة للحادث. نعتذر عن هذه اللقطات ونرجو من يعني ضعاف القلوب أو الأطفال أن ما يكونون يشاهدونها، ولكن لتبيان الوقائع والحقائق. كان هناك أيضا اعتداء آخر على رجال الأمن في حادث منفصل عن عملية إخلاء الدوار، وهي تلت عملية إخلاء الدوار الحقيقة في موقع